السلام عليكم الاخوان والاخوات الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غيكون الموضوع ديالي هو القانون الجديد ديال الهجره لالمانيا، قانون ديال 2020 اللي عرفوا بزاف ديال البنات، كاع بنادم اللي كان مهتم بالمانيا عرف هذا القانون وسمع عليه، والناس اللي ما كانوش كاع مهتمين بالمانيا بسبب هذا القانون هذا ولا بزاف ديال الاهتمام الالمانيا، ولاو بزاف ديال الناس اللي مهتمين بالمانيا ومهتمين بهذا القانون، وهذا الشيء اللي خلى بزاف ديال الناس يقلبوا على هذا القانون سواء في يوتيوب سواء في جوجل سواء في فيسبوك، بزاف ديال البلايص، وكاين بزاف ديال لي زانفورماسيون بزاف ديال المعلومات اللي غالطه على هذا القانون. بزاف الناس اللي كيديروا يا اما فيديو يا اما كتلقى ستات مكتوب يا اما شحال من حاجه، وكيكونوا بزاف ديال الاغلاط اللي فيه. في هذا الفيديو ان شاء الله غنحاول نبسط لكم هذا القانون هذا، ونعطيكم شنو هما المعارف ديالو، شنو هما الطرق ديال الهجره عن طريق هذا القانون الجديد، وشنو هما الشروط اللي كاينين، وشنو هما الشروط اللي باقيين ما خرجوش، الشروط اللي غيكونوا وباقيين ما كاينينش، غيكونوا باقي ما كاينينش، يعني من محتمل انهم غيكونوا ولكن مهم باقي ما خارجين. الشروط ديالو كاملين، كاين واحد الشروط اللي هما اساسيه، الشروط الكبيره مازال غتخرج شروط صغيره لهذا القانون هذا اللي باقي ما عارفينهاش كامله. مهم كما قلت لكم بقاو في هذا الفيديو ان شاء الله، غادي نعطيو جميع الشروط ديال هذا القانون ونشرح لكم ونعطيكم معلومات كثيره على هذا القانون الجديد. بقاو معنا مور هذا الفاصل هذا الاخوان، نكملوا الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مهم قانون الهجره الجديد لالمانيا 2020 هو القانون اللي خرج جديد كما قلنا، غنعطيكم دابا الشروط ديالو. شكون هما الناس اللي كيهمهم هذا القانون هذا واللي غيستافدوا منه، يمكن لهم انهم يستافدوا منه، شنو هما الشروط ديالو وبزاف ديال المعلومات. المهم هذا القانون هذا دار جديد من بعد بزاف ديال الصراعات، وبزاف ديال الناس في المانيا كانوا بغيو يديروه في المانيا، يعني في البرلمان اللي بغاو يديروه، بزاف الناس اللي ما بغاوش يديروه، في الاخير صادق على هذا القانون هذا وخرج، وغيبدا في التطبيق ديالو من 1/1/2020، يعني 1 جونفي 1 يناير 2020 غيبدا هذا القانون هذا. يمكن لاي واحد اللي غنذكر زعما الناس اللي يمكن لهم انهم يستافدوا من هذا القانون ابتداء من 1/1/2020، يمكن لهم انهم يبداو يحطوا الطلبات ديالهم في القنصليه باش ياخذوا واحد الفيزا يجيو يقلبوا على خدمه. المهم هذا القانون دار لانه بزاف ديال الميادين في المانيا اللي خصهم فيهم خصاص، ما كاينش فيهم الخدامه بزاف، ما كاينش الناس بزاف اللي كيخدموا فيهم، يعني طالبين بزاف ديال الناس وعندهم عدد قليل اللي خدام. ومن هنا هما الدراسات اللي داروا انه من هنا 2020 2022 غيحتاجوا بزاف ديال البنادم، لان الناس كيخرجوا روتري بزاف ديال الحوايج غيحتاجوا بزاف ديال البنادم. لهذا كان هذا القانون هذا غيبدا في 2020 غيسالي حتى نص 2022، يعني حتى شهر 6 2022، المده ديالو هي عامين ونص، يعني في عامين ونص يمكن لك انك تحط الطلب ديالك ديال الفيزا. هاد الطلب هذا كتحطو كتطلب واحد الفيزا ديال 6 شهور، هاد 6 شهور هادي كتجي لالمانيا كتقلب على خدمه، تقلب على خدمه في واحد المده ديال 6 شهور، الى لقيتي خدمه كتصايب وراك، يعني كتاخذ الاقامه ديالك في المانيا، تكون بطبيعه الحال اقامه محدوده ولكن كتكون قابله للتمديد، وكتقلب على خدمه. الى لقيتي خدمه راه صافي كتاخذ الاقامه ديالك. الناس اللي ما كيلقاوش خدمه غير خصهم يرجعوا مورا 6 شهور، ولكن جميع الناس كنتمناو لهم التوفيق وجميع الناس غيلقاو ان شاء الله خدمه لانها الخدمه موجوده. الشروط ديال هذا القانون هذا هو انه الناس اول حاجه تكون عندهم ديبلوم، يعني يكون عندك ديبلوم. ديبلوم شنو كتعني ديبلوم؟ واحد الحاجه اللي تكون متخصص فيها، متعلم واحد الحرفه ولا شي لعيبه بحال هكا، المهم حرفه اللي يمكن لك انك من اليوم تبدا فيها الخدمه نيشان، فهمتيني؟ بلا ما تحتاج واحد باش يديروا لك فورماسيون ولا يديروا لك اوت بيلدينغ ولا هادي، ما تحتاجش داك الشيء، كتجي نيشان كتصيفط للشركات، الشركات كلهم من هنا لذاك الوقت ان شاء الله عارفين داك القانون، يعني كيقبلوا الدبلومات الاجنبيه وكل شيء، كتبدا معاهم الخدمه نيشان. بالنسبه لواحد السؤال اللي بزاف ديال الناس كيسولوه، هو ديال بحال باش واحد كيكون عنده ليسونس وعنده ليسونس واش يمكن ليه انه يستافد من هذا القانون ولا لا. هذا السؤال هذا باقي ما واضحش 100%، لان كما قلت لكم الشروط باقا ما كايناش كامله، الشروط اللي غتحطها القنصليه، الشروط الاساسيه اللي كاينه دابا هو ديبلوم وتكون عندك اللغه، اللي اللغه حتى هي من ضمن الشروط، انا غنوصل للشروط ونقول لكم شنو هما الشروط كاملين اللي كاينين، اللغه والفلوس اللي غتحتاجهم لديك المده ديال 6 شهور، يعني انت غتجيب واحد الفيزا ديال 6 شهور باش تعيش في المانيا، نظرا هما الاحتياطات زعما اللي غياخذوا كامله، انك انت ديك المده ديال 6 شهور كامله ما غتلقاش فيها خدمه، وخصك تعيش، خص يكون عندك واحد الفلوس اللي يقدوك باش تعيش بهم ديك 6 شهور كامله، ماشي هما كيقولوا لا يقدر في الشهر الاول يلقى خدمه زعما غيولي يدخل منها الفلوس، لا خصك فلوس اللي غيقدوك المده ديال 6 شهور كامله. هذا من جهه، من جهه اخرى ديال الشروط، وهما الشروط اللي حطات المانيا اللي قالوا من اللي داروا هذا القانون هذا، حطوا معاه واحد الشروط اللي هو كما قلت لكم اللغه، الفلوس
والديبلوم. بالنسبه للناس اللي عندهم بالنسبه للناس اللي عندهم ليسونس ولا الماستر ولا شي لعيبه ودايرينها بحال باقي الناس ديال ليسونس اللي عندهم ليسونس في ايكونومي، راه تقريبا نقدروا نقارنوها بالناس اللي عندهم جاسيون اللي عندهم ديبلوم في جاسيون دي زون فوكيس، راه بحال بحال. راه يمكن انا زعما يخدم داكشي ديال الماناجمنت ولا هادي، ولكن هاد القضيه هادي غتحددها القنصليه اللي هي اللي مازال غتحط شروط، لان هاد القانون اللي دخلت للقنصليه الالمانيه بالرباط السيت ديالها زعما راه ما كتلقاوش هاد القانون محطوط. كاين قانون قديم اللي محطوط ديال هوخ كواليفيتيات فاخ تخيفت، يعني بحال نقولوا سميتها بحال نقولوا باك كدير شي ايكول دوك لي زيكول سوبيريور كدير شي ايكول باك بلس 5 ولا شي لعيبه، هذاك ديال هذاك القانون ديال هاد الناس يا اما مهندسين اطباء ولا شي حاجه، وهذاك فيه عام هذاك بوحده. هذا القانون الجديد ديال فاخ تشافت، فاخ تشافت بحال نقولوا اليد العامله، الناس اللي كيخدموا بيديهم بزاف الخدمه اليد العامله راكم عارفين. المهم هذا القانون باقي ما حطوش الشروط اللي قلت لكم اللي غتحدد، الشروط اللي باقين هما اللي غتحددهم القنصليه. غتقول اول حاجه اللغه، اللغه واش البي 1 ولا البي 2 ما عرفناش شنو، ولكن غالبا يقدروا يكون البي 2 لانهم عارفين القنصليه الالمانيه عليها طلب كثير، لان من طرف تكوين مهني الدراسه الزواج بزاف ديال الحوايج، ممكن انهم يصعبوا شويه الشروط باش ما يكونش عليهم طلبات كثيره. يعني الناس اللي مهتمين بهذا القانون هذا من الاحسن وجدوا البي 2 ديالكم باش ماشي حتى الاخر وعاد تبداو تجراو على البي 2، وجدوا البي 2. الحاجه الثانيه هما انهم غي يحدوا واش الدبلومات غير ديال التكوين المهني وديال المدارس اللي معترف بها، ولا غيدخلوا حتى الناس ديال ليسون زعما الناس ديال لافاك ليسونس ولا هادي، هادشي حتى هو باقي ما عرفناش. المهم الدبلومات 100% هادشي ديال ليسونس اللي قلنا باقي ما عرفناش، يمكن انهم واحد الشرط اخرى يمكن انهم يزيدوا هو ديال البكالوريا، يقول لك الناس اللي عندهم البكالوريا وعندهم دبلوم ممكن انهم هاد الشروط كاملين يكونوا هاد الشروط ما طلبتهمش المانيا. المانيا طالبه تكوين مهني يكون عندك ديبلوم، ولكن القنصليه هي اللي الخدمه ديالها هذه كتحدد بزاف ديال الشروط. الحاجه الاخرى اللي بغيت نقول هو ديال التكوين المهني. التكوين المهني الناس اللي قالوا 25 عام قل من 25 ولا اكثر من 25 بالتكوين المهني، وهذه انا نشرح لكم هذه القضيه لان هذه القضيه هي باقا ما واضحاش 100%. هذه القضيه كاينه ماشي ما كاينش، ولكن يمكن انها تكون بهالطريقه بجوج طرق، بطريقه من واحد جوج طرق اللي غنقول لكم دابا. يمكن انهم غيديروا للناس اللي عندهم دبلومات وغيدفعوا باش يجيو يقلبوا على خدمه في المانيا واحد 6 شهور وما غيلقاوش الخدمه. المهم زعما ديك 6 شهور ما غيلقاوش فيها الخدمه، يتزادهم 3 شهور، تزادهم 3 شهور فوق ديك 6 شهور، تزادهم 3 شهور، وفي ديك 3 شهور يمكن لهم انهم يقلبوا على الخدمه بشرط انه تكون عندهم اقل من 25 عام. وكاينه الطريقه الثانيه ما عرفتش شنو الطريقه اللي غدار. المهم هاد الطرق بجوجهم دابا كيزقالوا بانهم وحده فيهم كاينه. الطريقه الثانيه هي انه اللي بزاف ديال الناس دابا عارفينه، بزاف الناس كيسحبوا لهم راه غير هالطريقه اللي غتكون، لا راه تقدر تكون هذه تقدر تكون هذه. يمكن ان الطريقه الثانيه اللي غتكون هو انه بنادم من المغرب غيولي يدفع نيشان فيزا ديال 6 شهور باش يجي يقلب على التكوين المهني، الشرط انه يكون عنده اقل من 25 عام وما يحتاجش ديبلوم. فهمتوني الحاجه الاولى، الطريقه الاولى هي بنادم من المغرب غيدفع غير بالباك بوحده للقنصليه باش يجي يقلب على اوس بيلدونغ لمده ديال 6 شهور، ممكن انها تكون الناس اللي عندهم الدبلومات وغيدفعوا الفيزا وتكون عندهم اقل من 25 عام، ديك الساعه عندهم الحق انهم يقلبوا على اوسبينو وكتزادهم واحد الاقامه ديال 3 شهور مورا ديك 6 شهور. هذه هي القضيه اللي بغيت نوضح لكم حتى هي بالنسبه للاوسبينو، لان الناس بزاف الناس معولين على فاش تدخل 2020 كتدفع غير الباك ديالك والوريقات اللي كتطلب القنصليه وصافي، وكتاخذ وديك الساعه كيولي عندك الحق انك تجي لالمانيا وتقلب على اوسبينو، يعني كتجي عن طريق انك تقلب على اوس بيلدونغ وما تقلبش على خدمه. اوس بيلدونغ هو التكوين المهني في المانيا. الحاجه الاخرى اللي بغيت نقول لكم هو انه الفلوس، الفلوس بالنسبه للفلوس هما القنصليه هي اللي غتحدد الفلوس ماشي المانيا. المانيا طلبت غير الفلوس اللي غيقدوكم ديك الساعه الخدمه، هذه الخدمه كما قلت لكم كتبقى ديال القنصليه، هما اللي غيحددوا الفلوس، غيحددوا واش الناس عندهم الباك، غيحددوا جميع الحوايج. المهم دابا الشروط الاساسيه اللي كاينه هي اللغه، الدبلوم، والفلوس اللي يمكن لكم انكم تعيشوا بها هذيك 6 شهور. وبالنسبه للناس اللي قلت لكم ديال اللي غيبغيو يديروا التكوين المهني غتزاد القضيه ديال 3 شهور لانهم يقلبوا على التكوين المهني، من طبيعه الحال اللي زدت 3 شهور غيطلبوا لك اول حاجه الفلوس في الكونتو ثاني هنايا في المانيا زعما باش انهم يعطيوك اقامه ديال 3 شهور. المهم كان هذا هو الفيديو على هذا القانون الجديد اللي قلت لكم ديال الهجره الى المانيا. كنتمنى انكم تكونوا تستافدوا من هذا الفيديو، يكونوا معلومات المعلومات اللي غتفيدكم زعما وتعرفوا بزاف ديال الحوايج عن طريق هذا الفيديو هذا. والسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.